هي مهمة جدا 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 لكل الأهالي. فقرة عنوانها التصميم، الإرادة، القوة. فقرة والد ووالدة طالبة موقفوش عند حد معين، لا بالعكس، وقفوا جنب طفلتهم وما استسلموش لوضعها وظروفها. هنفهموا كل ده في حوارنا دلوقتي، ونعرف الضيوف ونتعرف بيهم ان شاء الله. زي ما استاذ احمد قال لكم ان الفقره دي مميزه جدا، معانا البطله رحاب احمد سليم، بطله الجمهوريه في السباحه ذو الهمم والقدرات الخاصه. اهلا بك يا رحاب، منوره الدنيا. والده رحاب، اهلا بحضرتك. استاذ احمد والد رحاب، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. ازاي عرفتوا في الاول ان هي عندها الموهبه وعندها التالنت في السباحه؟ لا هي بصراحه مش احنا اللي قلنا ان هي في يعني مشروع يعني بطل. يعني مين اللي وجهكم في الاول؟ اللي وجهنا في تبع المدرسه بتاعتها، كانت فيها لي الدم. تمام. كان في كابتن بيروح اسمه كابتن كريم المصري، ده دكتور دوك، هو اللي حط ايده عليها وقال دي مشروع بطل، دي لازم اهلها يسعوا بيها، دي هتطلع حاجه. فوصل لنا الكلام وبناء عليه رحنا له النادي اللي هو اللي اختار لها رياضه السباحه. هو اللي اختار لها رياضه، هو ضربها في كذا حاجه بس قال لا هي في السباحه هتدي اكتر، يعني ضربها في الباسكت وضربها في العاب القوى بس في السباحه قال هتدي نتائج احسن. وفعلا يعني بفضل ربنا ثم هو ابتدينا بقى المشوار معاه، وابتدى بقى تدريباتها صح. وفي الاول طبعا الرهبه والخوف وكانت طبعا خايفه من الميه وكده، عشان ما كانتش لسه تعرف حاجه عن اسلوب السباحه، واحنا برده كنا بنودي علشان ان هي تتعلم كسباحه، ما كانش برده في مخيلنا ان هي توصل لبطولات او كده. يعني اخر كام بطوله؟ هي حضرت بطولات كتير من المحلي اللي تبع النوادي. دي ميدالياتها؟ دي ميدالياتها. ايوه طلعيها كده خلي الناس تشوفها. حضرت ما شاء الله معاها حوالي حاجه و30 ميداليه، معظمهم وريهم زهرية. وريهم للكاميرا كده، طلعيهم وريهم للكاميرا. كلهم تبع الاتحاد المصري، مركز اول وثاني وثالث. ما شاء الله ما شاء الله، كل دي بطولات هي حاصله عليها. هي حاصله عليها الحمد لله، كلها على مستوى الجمهوريه وكاس مصر. ما شاء الله ما شاء الله، انا عارف ان في كؤوس كتير بس ما كانش ينفع تيجي. ما شاء الله ما شاء الله. هي الحمد لله ربنا كرمنا بقى بيها في الرياضه. بقت ما شاء الله بقى بالنسبه بقى كابتن احمد صبحي برده كان رئيس الجهاز الفني، كان برده بيحفزها وبيدعمها ان هي دايما ان هي يلا يا حوبه انت هتبقي مش هو بطله كبيره، انت بطله بتاعتنا. وكابتن محمد نصير بقى ده هو الاساسي بتاعها، يعني هو اللي يعني مش يعني يعتبر باباها، ده اللي كان بيدربها، ده بيدربها من الالف للياء، هو اللي معانا بقى لنا اكتر من 6 سنين او 7 سنين من اول البدايه لغايه وقتنا هذا. وهي الحمد لله ابتدت هي بيدعمها بقى دلوقتي ان هي تدخل المنتخب ان شاء الله. لازم يعني كل البطولات دي ما تخش المنتخب صعب قوي. نفسك تخش المنتخب؟ نفسك نفسك تخش الاولمبياد وتلعبي في الاولمبياد؟ ان شاء الله باذن الله هتجيب لنا ميداليه. هتجيب لنا ميداليه برضه الاولمبياد. ايوه حاسس هيك فيها على دي ميداليه الميداليه الاولمبيه. والله ايوه دي كذا ميداليه. طب اظهريهم للكاميرا بعد اذنك. دول تبع الاولمبيه. ثبتي ايديكي كده، دول ميداليات اولمبيه. يعني هي بطل اولمبيه. ايوه هي ما شاء الله. طب ما شاء الله تبقى مؤهله جدا انها المنتخب ان شاء الله. طبعا هي اكيد اولمبيه، يعني دخلت المنتخب ودي برده اولمبيه. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. بقولك يعني هي ما شاء الله عليها عندها الحافز ان وعايزه تبقى حاجه. ودايما تقول لا، لما بتشوف دايما حاجات فريده عثمان دايما تقول انا نفسي ابقى زيها كده بطله عالم، انا عايزه يعني قدامها ان هي عايزه تبقى توصل لكده. كان في رانيا الكابتن رانيا الويني بقى على الجيل بتاعها، على الجيل بتاعها فريده عثمان. هي كانت داخله بطوله التميز. تمام. بس الكورونا جت طبعا، كانت معموله في بورسعيد وبعد كده حولوها على السويس في الاسماعيليه يا ربي. وطبعا جت الكورونا دي اتلغت طبعا. عشان كانت بتتدرب ازاي بقى فتره الكورونا؟ لا مفيش تدريب.
بس يعني في تجربتها يعني اكيد اكيد كنت بتدربها في البيت في البيت يعني عباره زي جيم فيتنس وحاجات كده يعني في البيت في البيت يعني اساسا لان ما كانش كان ممنوع الخروج وهم كانوا بينبهوا علينا ان هم المناعه عندهم ضعيفه جدا ضعيفه شويه ضعيفه لا ضعيفه مش شويه كتير هم اقل حاجه بيستعيه بيستوعب كنا يعني الحمد لله ربنا حفظها لا الحمد لله وهي ما كانتش بتخرج من البيت خالص يعني تدريباتها كله جيم ده كانت في قلب البيت يعني ما كناش بتخرج ان شاء الله ربنا يحفظها لكن اول ما سياده الوزير فتح بقى موضوع النوادي ان هي ترجع تاني تدريجيا ابتدانا نرجع تاني بقى في العضويه بتاعتها في نادي المقاولين شغلوا على طول السباحه للفريق بتاعهم وبالبرايفت مع الكابتن الاساسي بتاعها كابتن محمد نصير بقى قام على طول يعني ما استناش برده فتره طويله رحنا على طول شغالين ورجعنا تاني الحمد لله دلوقتي شغاله 6 ايام في الاسبوع يوم فيتنس وخمسه سباحه يوم فيتنس وخمسه سباحه كويس 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 لمده كل يوم ساعتين كويس ما شاء الله طموحاتها ايه؟ كلمي بقى عايزه تبقي ايه؟ انا عايز تتكلم خلي رحاب يلا نتكلم بقى انت عايزه تبقي ايه؟ بطلة عالم اكيد بطلة عالم اكيد طبعا هتبقى عايزه بطلة عالم اكيد اكيد وان شاء الله هتبقى بطلة عالم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله يا دنيا يا نفسي اطلع بطلة عالم واجيب ميداليه واجي عشان اقابل سيادة الرئيس ويكرمني زي زمان يتكرم هي كانت بتطلع في حفلات للسيد الرئيس حفلة السيسي في حفل قدرون واحد وقدرون اثنين وربنا ييسر بقى القدرون ثلاثة اللي جايه دي ربنا يسهل ان شاء الله يكون ليها نصيب فيها ان شاء الله يكون ليها نصيب فيها هي عملت عرض في قدرون واحد قدام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طيب يا رحاب انت كم بطوله اخذتيها في السباحه؟ خمسه ده كتير خمسه اللي هي المركز الاول المركز الاول المركز الاول بالظبط احنا شايفين ميداليات كتير قوي اكتر من الخمسه اللي انت بتقولي عليهم ايه المعوقات اللي كانت بتقابلكوا في مشوارها التدريبي في او معوقات عامه كتوتال في الحياه هي كتوتال هي عامه هي الاوراق هي اللي بتعيقنا في كل مكان ان كل مره طبعا عايزين ان احنا نجيب لهم الاي كيو اللي هو نسبه الذكاء بتاعتها ولازم تيجي من مكان حكومي ومختومه ده الاي كيو انا عايز تفهمي الناس برضه يعني ايه اي كيو انا فاهم احنا فاهمين بس في ناس مش فاهمه يعني ايه هي اللي هي نسبه الذكاء فلازم كل مره نجيبها وكل مره بناخد دور وناخد ميعاد فما يعني مش هي بتبقى حاجه سهله بنقول لهم مثلا هي خلاص طلع لها كارنيه يبقى خلاص هو الكارنيه ده كبير لازم كل مره ايوه كل مره في اي مكان كل أو سنة اي جهه ولا مثلا في اي جهه هو بيقول لي كل ست شهور كل ست شهور بس يعني هم بيحتملوا بس هو مش مرض هيخفوا منه يعني بس هو في الاتحاد فيه ميزه ان خلاص دي بقت عندي مسجله خلاص انا عرفتها مسجله ممكن يقول لك حتى لو عندك صوره لو صوره من الايكون هو تغني يعني الاتحاد ما بيدققش يعني صوره سابقه هو كده كده يعني عندهم في الدوسيه بتاعها في الدوسيه بتاعها هم واخدين الاصل في الاول ممكن يقول لك احنا عايزين واحد جديد ولا حاجه يعني ايه التاريخ يعني عشان التاريخ بس كده اما بالنسبه للصعوبات اللي كانت بتقابل في التدريب في الاول كنا بنتطط من نادي النادي النادي عشان نعرف نسجلها في اي نادي لان هي حاليا متسجله في نادي في نادي المقاولين العرب في نادي المقاولين العرب وهي واخده بطولات باسم نادي المقاولين العرب لا مش كلها بس في بطولات واخدها باسم نادي المقاولين العرب لا احنا عانينا كتير عشان احنا لفينا اكتر نرجع يعني بقى نوادي مصر نطلع فاصل وبعد كده نرجع بقى للمعاناه ونتكلم فيها فاصل ان شاء الله ونتواصل باذن الله بعد الفاصل ورجعنا لكم تاني مع البطله رحاب احمد سليم اللي هي نموذج يحتذي به لناس كتيره في سنها وشخصيتها وفي ظروفها يا ريت الاب والام لكل طفل عنده من ذوي الهمه والقدرات الخاصه يا ريت يستوعب الحلقه ديت ويقدر ينفذه على اولاده ويعرف الناس ان هي القصه مش قصه انا بستسلم وبقف لحاجه معينه لا انا في ايدي ان انا اوصل بالطفل ذو الهمم لمراحل كبيره قوي يعني هي ما شاء الله دلوقتي بطله في السباحه اكيد بيبقى عندهم مواهب احنا بندور عليها ونستغلها وما نستسلمش ما نسيبوش قاعد في البيت ما نسيبوش لحاله لا نشتغل عليه نشوف مواهبه ايه ونبدا نشتغل عليها. قلت لي قبل الفاصل في معاناه حضرتك دايما بتمر بيها. المعاناه؟ في الاول كانت بالنسبه لنا معاناه. بالنسبة لنا دلوقتي مش معاناة على أساس ما بدأنا إحنا ما كناش لنا عضوية في أي نادي
تمام. كنا بنتنطط من النادي ده للنادي ده وعلى حسابنا. لازم وكل. اللي هي تبقى تشترك في الرياضه لازم تكون عضو في النادي. لازم يكون مش هو عضو في النادي صح يعني ولا لازم يكون عضو في النادي. ممكن اخش في النادي دي اسمها بخش مدارس. مدارس ايه المدارس؟ ان انا بدفع يعني اولياء الامور كلهم حاجه برايفت. لا مش برايفت. اللي هو مش هو عضو في نادي لان ما يتسجلش في اي نادي. نادي لازم تبقى ابن النادي. انا بس خليك معايا. انا قصدي ايه؟ ان هو عشان خاطر يلعب لعبه في النادي مثلا مقاولين العرب لازم يكون عنده اشتراك في نادي مقاولين العرب. صح كده؟ صح كده. ما عندوش اشتراك فمش هيلعب لعبه. مش هيلعب لعبه. فبالتالي انت بتلعبه برايفت لوحده او في مدرسه خاصه او حاجه زي كده. مدرسه خاصه. يعني صح كده. بس اتفضل كمل. دي بقى المعاناه اللي هم بيعانوا منها. يجي بقى الكل بيعاني على فكره. المعاناه دي اهدرت مواهب كتيره جدا في مصر. احنا ان انا عشان خاطر مثلا انا مثلا مش مشترك في نادي مثلا يعني كمواطن مش مشترك في نادي عندي اولاد وحاسس انها عندها او بنت او ولد حاسس انها عنده مهاره في لعبه معينه عشان اوديه مثلا نادي يقول لك لا انت مش مشترك عندي فمش هينفع ان انت تلعب باسم النادي او تتدرب عندي او حد يتدرب فبالتالي بتطلع توديه بره تدريب برايفت فده النقطه دي بجد انا بناشد فيها استاذ وزير الشباب والرياضه يعني النقطه دي اهدرت مواهب كتيره جدا 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 في مصر طبعا لما باجي اوديه نادي يقول لي لا انت ما ينفعش يتدرب معايا عشان خاطر انت مش مشترك مع ارتفاع اسعار الاشتراكات فبالتالي انا بقى خلاص بقى بيأس وما بدورش ورا موهبه ابني وبحطه في البيت فدي انا بناشد فيها بجد السيد وزير الشباب والرياضه ان هو يهتم بالنقطه دي ويركز على النقطه دي وده من اجل مصر يعني ده هيطلع لنا مواهب كتير جدا 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 نقدر نحقق بيها بطولات عالميه واولمبيه وقاريه ونقدر نستفاد من المواهب بدل اهدارها فدي انا بناشد فيها بجد السيد رئيس السيد وزير الشباب والرياضه كما حضرتك هو مظبوط كده سيادتك يعني لا انا عارف انها مشكله اصلا انا عارف انها مشكله المعاناه دي خلاص رحنا ربنا كرمنا ورحنا بقينا عضو في نادي المقاولين خلاص اما كان مثلا سفر على حسابنا تسجيل على حسابنا لحد دلوقتي وقتنا زي ما انت قلت كده ان هو مالوش اشتراك في نادي ويدوروا بقى ان هو يتسجل فين لما يشوفوا بقى ما جمعيه او اي حاجه بيتسجل فيها مشكله هي دي بقى المشكله طيب استاذ احمد طبعا بعد مشوار بطوله رحاب والمعاناه وكل ده تحب توجه الشكر لمين اوجه الشكر لكل الناس اللي ساعدوها المدربين والنوادي اللي هي اتسجلت تبع احنا كنا بنتسجل في نادي طنطا في طنطا نادي الهدف ايه ده انتوا اصلا منين احنا هنا من الجيزه انتوا من الجيزه ورحتوا لغايه طنطا لا ما رحناش لغايه طنطا احنا كنا بنعمل هنا والكابتن بتاعها كان بيسجلنا تبع نادي الهدف لان هو ما كانش في نوادي هنا بتقبلها عشان تخش البطوله كابتن كريم المصري كان بيسجلها في نادي الهدف في طنطا في طنطا اول مره اعرف المعلومه دي اصلا من طنطا على فكره وتسجلنا في نادي الجزيره في مركز شباب الجزيره وتسجلنا في عشان تقدر تلعب بطوله عشان ادخل بطوله ما تسجلتش في بطوله بقى النادي مش هو ابني او جمعيه حاليا هي بقى في نادي المقاولين نادي المقاولين عضو اساسي يعني شيء اساسي خلاص كده يعني استقبلكم واستقبل انت عملت عضويه عملنا عضويه مع عشان احنا بقى مناكلنا المعاناه يعني اضطريتوا تعملوا عضويه عشان تلعب باسم والنادي المقاولين الصراحه يعني ريحنا على الاخر تمام التمام لا استاذ التقسيط لا عادي في اي نادي التقسيط لا اي عضويه بتقسط هل عمل خصم عمل خصم للحياه طبعا انا عايز تذكر عمل خصم للحياه طبعا عشان البنت دي احنا في خصم مثلا 20% للرحاب والباقي اصل هو واخد بطله برضه يعني واخد بيعمل عضويه بطله هو عرض ما هو عرض في الاول ان هو ياخدها عضويه لاعب قلت له طيب عضويه لاعب في اي وقت ممكن تقول لها مع السلامه يعني صح. على طول كده لمده شهور مثلا سنه اكتر اقل خلاص قلت له لا عايز عضويه يبقى عضويه عامه اخش واطلع لا بجد هي مشكلة كبيرة جدا انا بتواجه ناس كتير ومش اول حد يتكلم في النقطة دي ان ما بيقدرش يوصل ابنه للعبة معينة هو شايف ان ابنه فيها يتميز بسبب عدم اشتراكه في النادي فدي نقطة اهدار فعلا بجد لجميع المواهب المصرية فدي لازم يتشاف لها حل بجد والله والاولاد معلش برضو مش حجة مثلا ان هو نادي وبس عندهم طاقة كبيرة يعني طبعا النهاردة طبعا اصل دول اطفال يعني دول يعني اطفال بينتجوا في كل حاجه في النهايه اطفال عنده طاقه عايز مكان واسع يلعب فيه احنا كده بنظلم اطفالنا معانا طاقه كبيره عاوزين يعني يطلعوها بجد بنظلم اطفالنا معانا وبنهدر مواهبهم وبنهدر ذكائهم وبنهدر الطفل كله بنهدره بسبب ان مثلا ولي الامر ما عندوش استعداد يدفع مبلغ وقدره
الاشتراك نادي. طب انا لم انا معيش المبلغ، معيش مثلا 200,000 جنيه اشترك في نادي يعني، ما خلاص موهبه ابني تتدفن، الموهبه تتدفن، ما فيش اي حاجه تانية. لا فنقطه صعبه جدا بجد، السيد وزير الشباب والرياضه يا ريت ترجعيها عشان خاطر احنا ما نقعش ونهدر مواهب مصريه زي دي. تحب تنصحوا ايه يعني؟ يا ريت يبقى بس مش علشان هي مشتركه في رياضه واحده يعني، مثلا هي ايه في الاتحاد دايما يقولوا ايه الطفل مثلا عشان كله يستفيد. ما انا معاه ماشي عشان كله يستفيد، بس اللي عنده المهاره ان هو يقدر يلعب في لعبتين ما يخليه يشترك في اللعبتين. مش شرط ما يبقى ايه لعبه واحده بس. يعني مثلا هي بتدخل لو دخلت الاتحاد العاب قوى يبقى ما ينفعش تنزل سباحه، طالما هو عنده القدره ان هو يشترك في اكتر من لعبه لازم الفرصه تبقى متوفره. ما تخشش باسكت وتخش في نفس الوقت. تنصحي ايه اولياء الامور اللي عندهم اولاد زي الحاج؟ انصح بيهم ان هم ما يقعدوش بيهم، كلهم عندهم طاقه نقدر نشغلها، كلهم فيهم بدل الميزه 10 يعني. هي في الاستعراض لقيت تعب كويس جدا وبتطلع السراج في منتهى الجمال، واشتركت مع ناديه فنانه ناديه مصطفى، واشتركت مع محمد صلاح في اغاني يعني، لقينا فيها ان في يعني حاجات كتير بتعرف تعملها. فالمفروض ان لا انا عندي ذوي احتياجات، لا ده انا عندي طاقه وعندي حاجه امل كبير، ده انا عندي حد اقدر اطلعه احسن من النورمال تاني. عندي عجينه اقدر اشكلها ان انا اعمل بيها حاجات كتير، بس ابرز الطاقه اللي اطلع بس الموهبه اللي عنده. اعرف في عندنا مجموعه كبيره جدا في الرسم مطلعين ما شاء الله مواهب، وفي في الاغاني، وفي زيها مثلا مش في الصوت بس، في طاقه جسمانيه ان هي تطلع ممكن تبقى لعبه سباحه في كذا حاجه يعني لهم مجالات. احنا معانا هديه صغيره كده نقدمها لها بعد اذنك، وده شرف لينا ليكي. دي مفاجاه بقى ليكي. لا 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 طبعا لا، ده هديه من اداره القناه ومن اداره البرنامج ليكي، وبنتمنى لك التوفيق يا رب وتصبحي بطله اولمبيه وبطله عالميه كبيره وبطله عالم. يا ريت نوجهها للكاميرا. وكوني حافز ومثل يحتذى به لناس كتير في حالاتك بصراحه. انا مبسوط جدا قاعد معاكي، وشرف لي انا قاعد معاها بجد والله. والشرف ان انا عرفتكم بجد وان انا اتقابلت بيكم، لان حضوركم يعني ما استسلمتوش. الشرف لي. اكيد سيادتك اكيد اكيد قابلكم ظروف صعبه جدا وحاجات صعبه جدا نفسيا للطفله، واكيد كنتوا بتاثروا عشانها. احنا برضو كان الشكر برضو مستشفى القوات المسلحه، مستشفى التاهيل دي اللي بدانا فيها وهي عندها 3 سنين. دي كان الناس صعبات في كل حاجه. هي بدات معاها ازاي؟ هي جت لها، كانت الاول طفله عادي طبيعي ما فيش اي مشاكل. فجاه لقيت حرارتها بترتفع لل 40 وبيجي نظام، وهي عندها شهور، كان عندها 8 شهور. فقلت بقى ده عادي يعني، ده مثلا سخونيه زي اللي بتيجي الاطفال تسنين كده. لغايه لما رحنا لقيت بقى ان بيجي لها حالات صرع برده، ما بقتش بقى مش عشان اول حاله بعد ارتفاع درجه الحراره. بعد ارتفاع درجه الحراره ما كشفنا بقى عند دكاتره، قالوا لا لازم تطلع على مخ واعصاب. قال المخ واعصاب عاملين رسم مخ، لقى في بؤر كهرباء عامله بؤر عندها، فقال لا ده هتبقى حد من ذوي الهمم. فقلنا طب ماشي نعمل ايه الخطوات اللي نمشي عليها. فده بقى مشينا بقى الاول فتره العلاج، وبعدين بقى تنميه المهارات بقى وتعديل السلوك وليها الحاجات بقى اللي بقينا نمشي عليها بقى من صغرها. ليها الاول ما كان ماشي متاخر، الكلام برده متاخر، بقينا نروح جلسات تخاطب، التنميه. مشينا على كده 3 سنين او 4 سنين في مستشفى القوات المسلحه. شرفتونا جدا جدا بجد، والوقت معاكم عدى بسرعه، وسعيد انا قابلت حضراتكم واتكلمنا، ويا رب الناس تكون بتتفرج علينا وتستفاد من الحلقه ديت، ويقدروا يصنعوا ابطال من ابطال ذو الهمم والقدرات الخاصه. سعدنا بحضراتكم جدا اعزائي المشاهدين، وبكده حلقتنا تكون خلصت، وان شاء الله نلتقي في حلقه اخرى من برنامج دردشه سريعه. السلام عليكم.